بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تغنوي دوشا دوداق دي نجاح الأصول الثلاثة قو بوخ إذا رقوي الأصول الثلاثة تاقهر داق أجر دوق داق دور أغجيني أغجيني شع أجر كويرت داق دور تنديلا، وإن شاء الله لدوغ أتغلتا قيتتا دقع عام ديتا أت ديق ديقر دوير تاعت بوخ بالبيش شتا تعنين خلوتيا تأقامت نيشي بولي روي بإذن الله. شيخه رحمه الله شيمت نقابوه. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. نجا حيك خاف تعبوه شيخه هور أدمن خأبيش بولي قبوخ ملخ قبوخ بوي خدوئي هور أدمن خأديش تكال حيقاتا أح آلا بوخ شيخ وأعجاب لوله معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. دو حرا شي ديل ووزر دعوني شولغ شي دين دوزر دعوني قولغ تنت إحدك تن واجب دغ شي بايمر محمد صلى الله عليه وسلم ووزر دعون إل إيش جواب لولا بوغ تاقا شي هيثم سرحان بوغ شرحان قاح. بدأ المصنف رحمه بذكر أصول الثلاثة والمتماثلة في أسئلة القبر الثلاثة، وأثار انتباه القارئ أو السامع بسؤال أو وأجاب عليه. حق داقا شوعا شيخو دول دو قأبا خخليات يقبو خبو إيه لروي إذا دوت حقديشا هور تاجيغا ويك هورا نيغا كشتو عالور دول قخات تردوك إيه دوحر من ربك حديل ملو شولغ ما دينك حدين هو دين بقولغ من نبيك حبايمر ملو تاقا اتقا خاتر اتقا بوخا تارا لاس ديت دول دو حق حق داقان شوح يوخا شي هيثمو بوخ علم عام ديش علم دا حيوغ شايناحا تعن أسلوب شا أسلوب يوخ يتعنيق شا تعنيق بوق خاتر دالر يوخ شا تنجواب دالر يهون دو إلجا يموت عيلم شي تدم صوبة لديش دو إي تاقة سموية لديش دو إي مثلا شا خاتر دو تو يوخ مصر تدم بو أتخاترنا يوخ شا جواب بالو شايخو تاقة يهون دو إلجا يعاند دقع لاتي تاق أدخل قيشت خاطر لوش جواب لوش إيش تقوز عدي عنده شيخ جيمتنا قايلق دو حر خاطر قيلتو ما الأصول الثلاثة هو بو إقابو خير يغشى جواب قيلتو معرفة العبد ربه ودينه ونبيه وإيش تقدع عقنية حق جيني شو عدوغ من ربك أولي خاطر دوغ يغ شيخ وشاء أول أعقال ربي الله الذي رباني مثلا إيش تا دقع له تتج أو أهتو إيه يوخا حديش كح وي سنة تاع بايمر صلى الله عليه وسلم شي اصحاب شي اتس اسلوب ثاني اتنيق ثاني عام بيش شورت حديش دوي تولدع متن قابو شيخو. فاذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. نجاح يكخه تعبوخ شيخو حديل ملو أح الله أعجاب لولا سديل الله شي نعمة شتاني سقلنا نول إشتا ديرك عالم فلنا نول إذا أسجن عبادة ديش ورغو إذا إزو ترك أس عبادة ديش قطع واتسا إشتا الله بو شيخو سلطيحة تنن دليل دو الله قرآن شع سورة الفاتحة شعبو الحمد لله رب العالمين بريك خاستم تحن الله عن بوق عالمين ديل وول بريك خاستم تحن الله عن بوق عالمين ديل وول شرحا دعا شيخي تم سرحا نوبو وضح المصنف رحمه الله الأصل الأول وبين أن الرب والمستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى، وذكر دليل وهو قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين. فالرب هو المعبود يقير سورتع قبوخ حغبر شيخ
دوحر يقبوخ وقبوخ بو إلا يوقتنا جواب دلار تسوى دلا هينزا قزاعة والله إذا هور بوخة حق لوتش تنغليات ديت شي دليل شتان هينزا من ربك دوحر بوخة ديل ووزارة تنغليات دوهر داق تنغليات ديت ولا شيخ تلطيحة حلخر بوخة حديل ملو يدرون شيخ هو شين عيا شيخ وبوغ قزح حل غربوخ بيوت شيخ وين قيت دوتو بينا وين قيت دوتو ديلا شين عبادة تحق دول شويقا الله تأخلرت إشتا تن دليل دايل دوتو بري خاستم الله هنبو الحمد لله رب العالمين بري خاستم تحن الله هنبو عالمين ديل وال فإي ديل خلچا تنن بي خلي شاتق حاجة ندرك عبادتك توطي عب وكل ما سوى الله عالم بو شيخو وأنا واحد من ذلك العالم فأخ دركهما الله وترك دركهما عالم يقيد وغشتوق وأنا واحد من ذلك العالم سوق أتعالم يقيد وغش بو متنقع شيخو شرحنقع أي إهي توي ألغا تن إبوهر دوحونا الله ووتر دري كوما قويلن دو تاق سو قويلن و تاق سو قويلن خيلش سونت إحدوق سيلا عويش اللهن شكر در تو سين أطل نعمش ديل خيلش تو سو قويلن خيلش تو سو قويلن جول إح سو قيين خيلش سون رزق لوش إخيلش سونت إحدوق تن شكر در إشتا سي دريك عبادة شأ تون تنين حاجن خلديش وقصو اتعبي هون داج ومواتي اتمسو عبادة حق دولش ديرك عالم ديل وال سلط عامتنا نغابوغ شيخو فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما حيك خطح إديل مو ويزرحون إحي ديل ستينس ويزرحون إلا حيك خطح أح آلع بو شيخو تن علامة شتاء ويزرسوني تن قولم شتاء ويزرسوني تن علامة شهدو بيسا دي مالخ بوتا تن قولم شهدو ورخ سيغل ورخ لاتا تان يوك أح ميل ديغا تان چوح ميل ديغا إشتا تن دليل دو ودليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون بو الله تن على ما تشهدو بيس دي مالخ بوتا أشمدي سجد يا مالخنا يا بهتنا سجد دي اللهن إدريك قولن وال نجاح شاش عبادة أتن تحنين شديش دلاح بو الله سلطعه وقوله اشتا قيج آيات الله بو إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والنهار يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين اشتا أتآيات بو الله بو قل شديل الله يالغ دينا استيقلناش الله تقوالن وال تول تيحا عرشن تيح ايوال وال تو بيس دين تيتوس تو بيس ات بيس نو از دي سيخوانس لوخ يقيج اور الچ سيخوانس تون تيح ليل شيل بيس مالغ بوتا سيدرچي تون امريت متعدو تون امرين متعدو شيك و يوج قول قول تو أمر دوتو بركة يو الله عالمين ديل وال إذا متنر هنز وشرح نجح دوش شرع المؤلف في ذكر مجموعة من الآيات الكونية والمخلوقات التي تدل على وجود الله والتي تثبت أنه لا رب ولا خالق ولا معبود بحق إلا الله وساق عليها الأدلة من القرآن كما هي مذكورة في المتن سلطح شيخ دال دو قزح آيات الكونية اشتا آيات المخلوقات
آيات الكونية بوقودو إذا الدنيا نشر عالم على ما تشتقش ديل دنيا نشر على ما تشتقش يا على ما تقلش ونخش ما تبوق إذا ورسي ما تدخش زنمين يوقي حق دنيا نشر على ما تقلش حق دنيا نشر زنمينش يا مخلوقات قلن يل همني على ما تش قلن يل همني زنميني تو يوقع حيو إي آيات شا إي أت إي علامة شا حق دنيا نشر علامة شا يقال لن يوم هما يوقع يول علامة شا سوى وين قويد يو علامة وين قويد شو الله خلر مثلا تغن ناخبو بوخش الله وات ديل وات بوخش ديل أحا أت عقل أت حيقل ثاني أدم تغن تون إحيقل تند الله تقيقي ويل تويح عال علامات حق دنيا نجور علامات ويحغين العلامات دي بيس مالخ بوت يا قلن دول همش أدم أتمسو همان سو أولا خاقتن قيتقي الله وي هرديريك قلن كرليل ديشك وي خاقتن ديل وي خاقتن عقل عقل تن حيقة لتاني تقي إشوي أتمان توتي حا إشتا أتأيت شا أتويحغين العلامات شا تيجاغدو إيجاد ديش دوش قديل تخلر يقي كل شريك تخلر يقي شين عبادة ديش تخلر حق دولش الله وترك أتونا دليلش دليل شيخ وهيت ويحقن دول شيء شيء در إذا تجوا دليل دو وهيت إل دول ديش نشان سلطها وكل مخلوق هو آية بو شيخه على وجود الله سبحانه وتعالى ولكن غير الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بين الآية والمخلوق لأن الآية تتغير مثل الليل والنهار والذي يتغير يكون فيه قوة دليل عن الذي لا يتغير أقى شيخه بو مصو قلن دول هما آية لورش دعون علامة دعون الله خلر قويش مصو قلن دول هما آية دعون علامة دعون الله خلر قويش دلاحة شيخو حوها قزحا قاستن بير علامة شئلر تو قولم شئي قولم شئلر تو متن قايلر شيخو حين ديل مو ويزر آل تشغينا أح آل لاحة تن علامة شتا ويزر تن قولم شتا ويزر تن علامة شغدو إيلر تو الله تا تن علامة شغدو إلر تو استغفر الله الشمس مالخ دي بيس بوت تن علامة شغدو تو تن قولم شغدو إلر تو ورخ ستيغا ورخ له تا إي هون قاستن بيرتو هون إلچا درقا قولن هم إزا مدو علامة إزا مدو آيات هون إي هون در إلچا علامة خيط لشتو دير إي مالخ بوت دي بيس خيط لشتو قي داد عدي عالج بيسو يا مالخ لعب عالج بوت حقية توين إذا خيط لشتو إي خيط لشتو دير تن چوحا شي دليل چوخ لتن ثاني إي خيط لشتو هم إي علامة دوق دو تن إي تامشي هم دو إي دوقم دو إي تن علامة دو إي دوق تن ديلا إي علامة تو قي دال دو تو إذا خيط لشتال هما تون تاني دليل جوغل خيط تلوشتال هميك حاج تول تول جوغل خيط لشتال تون دليل جوغل إي خيط لش خيلش إي علامت مسالة تحت علامت إش خيط لش خيلش تاق إي خيط شويرك إي ديرغ هم ليل واشويرك تاق خليو يشوق تون ديلا دوق دوي علامة دوقم دوي تو قويتون بقولا هر شادق هر دوغ دوي شويرك يا هر دي 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 بيسي خويت شوك مالخ ليل اشوك بوخت ليل اشوك هر دنيا ليل دي اشترغ هر اد مشغول شوك تا وي ايزا ديلو الله تولت ها والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون متن جع شيخ وإيلر تأقى ديلا إذا شن عبادة ديشفرقو مسار شن عبادة ديشفرقو ديل تنن دليل دو هاي ناخ شي دالة عبادة دي
Шул халхарнаша куэллан ул. Шухил мег тақ тунах куэрш. И ушун латнах муатбин ул. Стигланах шун тхоубин ул. Тақа стиглар хида итан ул. Чунц ацхитани стюемих шен шун рицк лахтияш ул. Шун рицк хлитан ул. Ацхитани лахчур стюем шалдохш. من يسوي تاق من يسوي ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون من يسوي ديل تاع شين خوشع يتاع ويش قولشك إليل ديشك هر هر ديج أعلم هر ليل ديشك يتاع ويش شين خوشع من يسوي تنسان تاع بو الله. هذه الآية في سورة البقرة شرحا جابو. قال بعض العلماء إن هذه الآية فيها أول نداء في القرآن يا أيها الناس حق آية جوع بقرة آية دور شيخ وبو تحت علم ناخ إلا حق آية جوع دحر قرآن جوع بين قيقن بو يا أيها الناس إلا مسو أدم الشك قيقن بو حق دنيا جوع ميل دل أدم الشك قيقن بو يا أيها الناس إذا قرآن جوع قرآن حق دلان فاتحة إلا عول الجا دحر قيقن شي تاني بوش هر آية قور دوحون هر حق آية شو يا أيها الناس تغي حوطي حلغل آية دهرة تنديلا حق شو هاد يحر قيقم ببو علما يا أيها الناس أدمشق الله بيش بالقيقم. وفيها أول فعل الأمر في القرآن أعبدوا أي واحدوا إشتا دحل قيقم خلت عشر إشتا حق آية شو هاد يحر فعل أمر دحر دين دول أمر دو أعبدوا أش عبادة ديلش إل أي واحد ويما ألرا قرآن جوها عبادة ديلش إل دولج مسو معنا واحد توحيد قوش ديلش الله أي تحن الله بي عبادة ما ديلش بوش معنا دوكتن. وفيها أول نهي في القرآن إشتا دوحر قيقا بوحق عقا جوع دوحر دين أمر دو يو دوحر تمك دين دول دوحر الله حرام دين دول هما دو إذا الله وإيلر فلا تجعلوا لله أندادا إشتا أشا ملات لش الله تتعا ناقوست وأنتم تعلمون شن خشين خوشع إشتا نهي هوق جوحا إدوحر تمك دين دول هما هدو نهي عن الشرك شرك دوق الله تمك دين حرام دين دول توتع متن نعم إيلر شيخه. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة سبحان الله. هر درك ابن كثير وقال يدرك هم قلن وال إيوة حقدين دول ميل دول هم يبوت ملخ لات ورخ ستيغل ورخ لات ده بيوز إشاء دول هم عالم رب العالمين درك عالم قلن وال إيوق بقل حق دولش شين عبادة بقل أت عبادة حق دولش إيوق الله قطع يعني يبوه كده ألش شيخ هيثم سرحان أبو يعني أن المنفرد بتوحيد الربوبية يجب أن يفرد بتوحيد الألوهية التوحيد الربوبية إلى رقوي ديل بلخش يقدوش الله مال دول ديشت اللهم الله اللهن تتحمو ديشتو قول شوك رزق لو شوك هر دنيا مسهم ليل ديشورغ الله تعو та иқобл дешвол чу иқобл дешвол чу тагана догдо өчвек аллаху массу белг шарис лошвек массу массу амалша аллахик байтай лош амалша цун атсоман я цун цана востуат богчуна цун тех дуктака тавхид ал улухия қобалдар тавхид улухиянга убудиянга ицаур рубубиянга цу ицаур أق مسألة تو أولها مسوا رزق الشيخ الله سون سود أدم دين وشيخ أدم عزل إخوة الشيخ الله دلها وان قيتشن ديوخت يقيتشن ناق وستوتو ها ربوبية قابل يشو وي الله وبوغ يا ربوبية حق دوش ربوبية جا الله تعالى ناق وستو إشت أتصم نوحون تدل توحيد الألوهية جا أعي الله تعور الله أعيتن تن وقل أتمسو ناق وشخ شين عبادة دي قيشان عبادة دي شو مسو هم نغا الله تعوى بيز إذا حون تدلش دو
قلت اها هرداق تشقلي وروي الله هو شي دو عدو وين مصو وين ما ضل يد يشتاق الله هو حق جاي نجاح وين شوف بيد خلتيل الله هو كش جوها اتقا جواب اتقا خاطرا نيس دو مديز جواب لور دول جارغ دويلوي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.